السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف عماد أبو سيام. احنا امبارح عملنا لكم طريقة عمل انتبل الشمندر مع الكوسة، واليوم إن شاء الله مثل ما وعدناكم عملنا لكم طريقة عمل المتبل الفلسطيني على طريقة الآباء والأجداد بدون إضافة الطحينية ولا اللبن. راح نكتفي بس بالباذنجان المشوي والليمون والثوم وشوية خضار خفيفة. طبعا قبل مثلا طريقة عمل متبل الباذنجان على الطريقة الفلسطينية القديمة على أصوله خطوة خطوة، بتمنى من الجميع عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نقدر نوصلكم كل فيديو جديد في القناة. خلينا الآن نروح نشوف كيف بدنا نحضر متبل الباذنجان الفلسطيني بدون طحينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في عندنا العمل المتبل الباذنجان الفلسطيني، في عندنا حبتين باذنجان، في عندنا 4 فصوص ثوم قشرناهم، في عندنا حبتين بندورة وحبتين خيار وحبة فلفل حلو خضراء ونص حبة فلفل حار، طبعا فلفل حار حسب الرغبة، في عندنا 1/4 كاسة زيت زيتون بلدي، طبعا وبالإضافة لعصير نص حبة ليمون وملعقة ملح. والآن إحنا بداية بنشوي حبات الباذنجان على نار الغاز، ممكن نشويهم بالفرن شوي، ممكن نشويهم على الفحم حسب المتوفر عندنا. بنقدر نشوي الباذنجان، إحنا بنشويهم على راس الغاز حتى ينضجوا تماما. الآن بعد ما شويناهم بنقشرهم بمي باردة بحيث إنه نتخلص من القشور تماما. الآن بعد ما قشرنا حبتين الباذنجان راح نحطهم في مصفاية حتى نتخلص من السوائل اللي عالقة بالباذنجان تماما. والآن بداية راح نفرم جميع الخضروات اللي ذكرناها فرم ناعم جدا بالسكين. نلاحظ الخيار يفرم فرم ناعم لعمل المتبل الفلسطيني. طبعا المتبل الفلسطيني ما بدخل فيه طحينية، فقط عصير الليمون والثوم بالإضافة للخضار اللي ذكرناها. الآن بنفرم كمان حبة الفلفل الحلو الخضراء فرم ناعم جدا كما نلاحظ، وبنضيفها لمكونات المتبل. وأيضا حبتين البندورة بنفرمهم فرم ناعم وبنضيفهم لمكونات المتبل نفس الشيء. وأخيرا بنفرم نص حبة فلفل حار، وإذا حبينا يكون المتبل فيه حرارة أكثر بنضيف فلفل حار أكثر حسب الرغبة. والآن بنضيف أيضا اللي هو الثوم، 4 فصوص هرسناهم بالهون مع رشة ملح وأصبحوا مثل المعجون، بنضيفهم لمكونات المتبل أيضا. وبظل عندنا هون اللي حبتين الباذنجان بعد ما صفيناهم وبردوا بنفرمهم بالسكين فرم ناعم كما نلاحظ، يفرموا بحيث يصبحوا ناعمين جدا، وبنضيفهم ايضا لمكونات المتبل. واخيرا اللي هو عصير نصف حبة ليمون، بنعصر نصف حبة الليمون على المتبل الفلسطيني. طبعا هذا كانوا يعملوه ابائنا واجدادنا، طعمه طيب جدا ورائع جدا وصحي جدا بدون اضافة لا طحينية ولا لبن. بنضيف رشة ملح مقدار نصف ملعقة وبنخلط جميع المكونات مع بعض بحيث نحصل على اللي هو المتبل الفلسطيني بالخضار بدون طحينية. الآن بعد ما خلطناه بنسكبه في طبق التقديم طبعا، و أهم شيء يكون بارد، يعني يضع في الثلاجة حتى يبرد تماما. بنصح الجميع يجرب هذا الطبق لأنه رائع جدا وطيب جدا وطعمه رائع مع الليمون والثوم. طبعا طريقة الآباء والأجداد طريقة جدا بسيطة وبنفس الوقت طيبة المذاق. والآن بنضيف قليل من البندورة المفرومة ناعم للطبق،
وبنضيف أيضا عرق نعنع للتزيين، وآخر شيء بنضيف له زيت الزيتون البلدي لأنه هذا أساسي على طبق المتبل. وإن شاء الله انتظرونا في فيديو آخر رح نعمل لكم طريقة عمل متبل الكوسة مع اللبن الرايب والثوم. فلا تنسوا عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نقدر نوصل لكم كل فيديو جديد في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.